ترى بنتي تاكل زين عشان تسبح زين صح؟ في علاقات. هذه مجموعة جديدة قررت أجربها من ألف. ففي كريم الليل وتحت العين خذيته سيرام وفيتامين سي وأشياء كذي وغسول، حتى فرشة الغسول خذيتها. قلت مجموعة هذا الماسك اللي بالمغناطيس، فقلت أبي أجربها إذا حلوة تستاهل نشوف ذيك الساعة عشان نسوي عشان يبها. بجرب الحين. ناسه. بجرب الحين. When Annie hits the Hollywood Bowl, its stars will have done a lot of work on their own because the way this works. طبعا يعني هذا المسج ما ادري من وين، بس بالسعودية واتساب تقول لي يا اخي احب اهتمامك بنفسك حتى وانتي برا مسافرة. انا لي طقوس قبل السفر في ديرتي وبالسفر، لانه وايد يحوشنا جفاف ويحوشنا نوع من الاهمال شوية، فما نقدر خلاص الاهمال. والدليل شوفي بوريك شغلة حاطة كلاب مال الرهون ودلاق، لأن ما أقدر أهمل نفسي أكثر من كذي، وعندي طقوس عقب ما أرجع من السفر، فما أقدر خلاص بطبع ما يغير طبعه. سلام، شلونكم؟ شو أخباركم؟ في شيء لاحظته هني، أمريكا على كبرها عن 50 دولة، في كل شارع، في كل بنزين، في كل إشارة، في كل محلات كاميرات. يعني كم كاميرا وكاميرا حاطين في هالدولة الكبيرة هذه؟ يعني ما في مجال اللي يسوي جريمة، يسوي حادث، يسوي أي غلطة هني ينمسك. إذا مو من كاميرا الشارع، من كاميرا هالبنزين، إذا مو من هالبنزين من هالمحل. المهم مأمنين هذه السالفة والموضوع بالكاميرات. زين، احنا كدولة الكويت ايش عندنا؟ ايش ناقصنا ان احنا ما نصير نفسهم؟ ناس قاعد تنطق بالشوارع، قاعد تنباق بالشوارع، احداث وايد قاعد تصير عندنا الحين، مشاكل. ليش ما وزارة التجارة تحط قانون يلا كل محل في كاميرا؟ فليش ما وزارة التجارة ما تفرض على كل الجمعيات التعاونية بدل ما يحطون لنا هالكاميرات داخل؟ ايش الفايدة منها؟ عشان شوفون اللي ماخذ لي كاكا ولا لا، حطها برا. شوف حطوها برا، ما نبي اي شيء. تعال تبي تفتح محل، تبي تفتح لك، عطني ما نعطيك ترخيص الا لما تحط لك كاميرات. لازم يصير بند بقانون ينحط، ما تفتح محل، جمعيات تعاونيه، كل شيء الا من ضمنهم، نفس ما يمشون هني عندهم، ما يفتح محل الا يحط له كاميرا. هذا من قوانينهم هني، ما نعطيك ترخيص تبطل جمعية، تبطل محل، تبطل أي شيء إلا لما تكون في كاميرات مراقبة برا، مو داخل، برا على الشارع. فوالله راح يصير وايد هذا الموضوع، إذا صار وايد راح تخف عندنا وايد أمور. صدقوني أتمنى أنكم تدرسون هالموضوع يا وزارة التجارة.